السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الدلو. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. يلا قول ورايا الدعاء ده يا برج الدلو. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج همي ويسر امري وارحم ضعفي وقله حيلتي. الدعاء ده هيكون ليك باذن الله طبطبه من عند ربنا، لان انت طال انتظارك ومستني حاجات كتيره تتحقق في حياتك الفتره دي، وعشان كده ربنا هيجعل ايامك كلها حلوه وكلها تبشرات يا برج الدلو. نشوف بقى ايه الدنيا بتاعتك وايه الطاقه وايه الانفراجات وكل اللي هيظهر معانا هنفسره مع بعض. يلا بينا يا برج الدلو نشوف الحياه فيها ايه. حرفيا الفترة دي حرفيا عندكم تحقيق حلم، او الحظ هيبدأ يلعب معاكم دور، الامور هتبدأ تتيسر معاكم. انتوا دايما بتقعوا واقفين، لكن الحياة العاطفية مش معاكم خالص. اي نعم الحال المادي هيبدأ يتحسن، في اكتر من حال هيتحسن، لكن المادي العاطفيات عندكم تعبانة شوية. طيب انتوا من فترة للتانية بتحسوا ان انتوا في طاقة حزن، في طاقة يأس، في طاقة ظلم وقع عليكم. انتوا اللي عاملين في نفسكم كده، بتجروا ورا ناس ما تستاهلش، بتحبوا ناس ما تستاهلش. من كتر التفكير عندكم اصبحتوا لا مبالاة، اصبحتوا ما بتعجبوش، اصبحتوا ما بتتكلموش، اصبحتوا ما بتحبوش. لكن في حاجة هتحصل معاكم خلال الايام اللي جاية هتكون فرحة وهتكون تغيرات جذرية على جميع الاسر. عندكم حب من ابراج ترابيه، عندكم برج الجدي بيحبكم، او برج العطور بيحبكم، او برج العذراء بيحبكم، عندكم حد من ابراج ترابيه بيحبكم، لكن في مشاكل ما بينكم وفي توتر. عندكم ست واقفه ما بينكم وما بين تحقيق الحلم، او الست دي عامله زي البومه بالظبط. الست دي عامله ان هي بتحبكم لكن هي مش بتحبكم وبتكرهكم كره العمى. لكن بفضل ربنا هيكون في بدايه جديده او في تحسين دخل، في كمان دخول مشروع، في خير جاي لكم، في طاقه فرج. انتوا عندكم يعني طريق جديد، عندكم حد من برج الدلو ربنا هيقف معاكم او انتوا هتقفوا معاه، في تغيرات جذريه ان شاء الله باذن الله. اخبار حمل، كلام يخص اطفال، كلام يخص طاقات جديده، الله اعلم. في فرحه داخله بيتكم الفتره دي، انتوا ما بتحبوش تتكلموا عن حد اذاكم ولا خذلكم ولا عمل لكم اي حاجه، بترموا ورا ظهركم وبتكبروا دماغكم، خلاص بتقولوا اللي ظلمنا يعني العتاب مش هيجيب معانا نتيجه، فبالتالي بترموه بره الدايره بتاعتكم. بس انتوا هنا واقفين وحيرانين والدايره مقفوله عليكم، والدايره دي عامله لكم اوجاع في الجسم، عامله لكم الم في الظهر بشكل كبير جدا، وعامله لكم حيره وخوف من بكره. في مواجهه هتحصل معاكم ما بينكم ما بين الشريك، او قعده هيبقى في كلام وهيبقى في شد، لكن بفضل ربنا هتطلعوا منصورين بسبب الراجل الكبير اللي عندكم، هيقف معاكم وهيعرف ان انتوا على حق. في عندكم خيانه، الخيانه دي حد بيخون حد عندكم، هتعرفوها او انتوا عرفتوها ومش هتبقوا عارفين، هتبقوا في قمه التوتر في قمه الحيره ومش عارفين تبداوا مع الشخص ده ازاي. انتوا حاسين ان حياتكم متلخبطه وبتدعوا ان ربنا ييسر اموركم. كمان في دمعه جوه العين ومش عارفين تنزلوها بسبب اللي بيحصل معاكم. كمان انتوا من ناحيه العاطفه، طيب في خوف وفي حيره ومش مرتاحين حرفيا. في يعني انتوا عايزين حاجه والاهل عايزين حاجه، او في حاجه انتوا عايزينها والاهل مش عايزين، في لخبطه عندكم وفي توتر. طيب اللي جاي رايح، اللي على قد يعني الفلوس اللي بتيجي بتروح، وده بسبب تبخرات الفلوس اللي عندكم الحسد الشديد. انتوا كمان الفترة دي يعني حد هيطبطب عليكم، او هتلاقوا الناس المناسبة اللي في حياتكم. انتوا طيبين جدا ومحدش يستاهل طيبتكم، الطيبة اللي انتوا فيها دي ما تستاهل، يعني الطيبة اللي انتوا فيها محدش يستاهلها، محدش بيقدرها، محدش يعني بيحب الطيبة اللي انتوا فيها. في ست هتقف معاكم، الست اللي هتقف معاكم دي هتكون وش خير قوي،
عليكم، انتوا عندكم دخول محكمة، عندكم خروج من سجن، عندكم تحرير من علاقة، الله أعلم. كمان انتوا عندكم قلب بيدق، القلب اللي بيدق ده محكوم عليه بالإعدام، محكوم عليه ان هو يفضل طول عمره في السجن، لكن بفضل ربنا انتوا، وان انتوا قريبين جدا من ربنا، هتطلعوا من اللي انتوا فيه. في شخص عندكم بوشين، الشخص اللي بوشين ده موجود في حياتكم وبيلعب على كل الأطراف، في خير حلو جدا انتوا هتطلعوه لناس تستاهلوا. في حد عندكم عارف سر، والحد اللي عارف سر ده عندكم ساكت وكاتم ومش عارف يتكلم ولا يلوم ولا حتى يعمل اي حاجة. عندكم سلفة مش لطيفة خالص، هي ما بتأذيش، لكن بتتكلم كتير، بتحب الكلام الكتير، بتحب تحكي كتير. كمان انتوا هنا في سفر، والسفر ده مفتوح عندكم بقسمة كبيرة جدا. البعض منكم عايز يشوف حياته، البعض منكم عايز يغير من نفسه، عايز يشوف ايه اللي يطلع من القهر والظلم والمشاكل اللي هي ملازماء طول الوقت. انتوا حاسين ان انتوا عندكم ايام تعاسة، ده اكبر غلط، ان انتوا بتدخلوا لنفسكم الطاقة السلبية. انتوا موجعين وحاسين ان انتوا عايزين تطلعوا من البيت، وبالفعل بتطلعوا من البيت بتكونوا مرتاحين وبتكونوا في طاقة وفي خير، لكن بتدخلوا بيتكم بتقفلوا على نفسكم بسبب الظلم والقهر، ومش حابين الحياة اللي انتوا فيها. كمان انتوا مش راضيين تقبلوا حاجة، او في حد يعني في حاجة عندكم واقفة عايزين تيسروها، لكن في سحر معطل ومضيع حقكم. فان شاء الله باذن الله دخول المحكمه هيحسن من داخلكم، بس خلي بالكم ان عندكم حد بيراقبكم الفتره دي، او عندكم حد يعني حد كده بيراقب، حد منافق، حد مش لطيف خالص الفتره دي. انتوا هنا موجوعين، موجوعين بسبب حاجه اتاخرت عليكم، انتوا ما بتبينوش ابدا وجعكم، لكن في كميه حزن في القلب، وتعبتوا من الخزلان ودموعكم نازله، حتى النوم بتاعكم قليل وتفكيركم 24 ساعه في اكتر من حاجه. كمان انتوا هنا في واحده ست كده، الست دي ما شاء الله عليها بتمشي على الارض بتقول يا ارض تهدم عليك هدي. الست دي مش لطيفه خالص، وهي ام الشريك، اخت الشريك، هي من عيله الشريك، هي يعني سبب اللي انتوا فيه، عايزة مش عايزاكم، مش حباكم، بتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل فيها، حقكم انتوا هتاخدوه. طيب في طاقة فرج الفترة اللي جاية، وفي اكتر من فرصة، بس حاولوا تستغلوا الفرص دي. في خبر واحد بس هو اللي هيزعلكم الفترة اللي جاية، وده جواز الشريك، او يعني مش شريك انتوا بتحبوه حاليا، كان شريك في السابق، مش هيزعلكم اللي هو درجة الحزن، بس هتعرفوا ان الشخص ده فعلا ما كانش يستاهلكم. انتوا بتأمنوا جدا بربنا ان اللي بيروح بيكون ملناش نصيب فيه، وده اكبر حاجة انتوا بتعملوها الفترة دي صح. دموعكم نازلة على حاجات كتيرة جدا فعلا، حرفيا ضغطاكم نفسي. انتوا ناويين على سفر، والسفر ده مفتوح قدامكم، او ناويين على خير. طيب البعض منكم عايز يعمل عملية، او انتوا عندكم عملية عايزين تعملوها الفترة دي، او في حاجة انتوا هتحددوا معاد ليها، الله اعلم. البعض منكم حرفيا ناوي يعمل عملية، لكن في تهديدات عندكم، في حد ماسك عليكم حاجة، تسجيلات، صور، او خلوا بالكم عشان ممكن حد يهددكم الفترة اللي جاية. خدوا بالكم من نفسكم، ودايما كونوا حذريين في كل حاجة في حياتكم. عندكم زي ما قلت محكمة او خير، والامر اللي متلخبط عندكم بسبب الجواز، ربنا ان شاء الله باذن الله هيأثر الامور عندكم. انتوا يعني بتطلعوا من حاجات كتيرة جدا، في ربح جاي لكم، لاما مشروع انتوا داخلين فيه، لاما ربح هيجي لكم الله اعلم. في حاجة هتنجح عندكم الفترة دي، وهتكون خير ليكم. طيب حرفيا حرفيا ماسكين دماغكم، وصداعكم صداع مستمر. طيب في حد يعني هيكون عوض من عند ربنا،
الحد ده انتوا هتحبوه جدا، بس عايزاكم تمسكوا على ايدكم شوية، لان انتوا في تغيير جذري. عندكم زوج صالح، شريك صالح، انتوا حنينين، عايزين تسمعوا الكلام الحلو، عايزين اللي يطبطب عليكم، عايزين اللي يحبكم، عايزين اللي يقف معاكم، عايزين انتوا زي اي حد. يعني انتوا محتارين، في تردد عندكم في علاقة، في دخول علاقة، معجبين بحد او طاقة اعجاب الله اعلم. في صلح عندكم خلال ايام معدودة، هيكون في صلح او هيكون في كلام او هيكون في امور مختلفة. الايام اللي جاية هتكون مختلفة جدا على جميع الاوضاع بتاعتكم، لان هيكون في اكتر من سر هيتكشف قدامكم، في اكتر من حاجة هتتحسن عندكم، في حاجة انتم ما تعرفوهاش لكن هتكتشفوها الفترة اللي جاية، وهتغير من حياتكم في مجريات كتيرة جدا. في تعليم عندكم عالي، او في يعني دراسة فيها نجاح وفيها ازدهار، وهتاخدوا الخطوات الجديدة اللي انتوا لازم حرفيا تاخدوها، لان هيكون نصيبكم مفتوح. عندكم مشاكل مع ابراج، هيكون في صلح الفترة اللي جاية، وهيكون في يعني تقديم، يعني حد منكم هيتنازل علشان الامور تمشي الله اعلم. يعني في كلام هيتقال، في تغيير هيتعمل، الله، هيبقى في امور مختلفة عندكم الفترة اللي جاية، وهيبقى في اكتر من تحسن على اكتر من وضع. في حاجة انتوا بتفكروا فيها ومش عارفين تعملوها، عايزين تأسسوها لكن خايفين وساكتين. هتحسبوها صح وهتتوكلوا على الله، وهتقولوا مفيش اي حد يستاهل ان اللي بيحصل ده. الطريق عندكم مفتوح، والتحسنات عندكم بطريقة كبيرة جدا. البعض منكم عنده خوف من بعض الاشخاص اللي في حياتكم، او بتعانوا من الضغوط اللي انتوا فيها، لكن انتوا جواكم كمية حزن ما يعلمش بيها غير الله. الشخص اللي عندكم ده بيلعب بالاطراف بتاعتكم. العند بيخسركم حاجات كتيرة جدا، العند بيخليكم دايما تتنازلوا، دايما بيضغطكم. خدوا بالكم، حرفيا لازم تاخدوا بالكم، عندكم حد من برج معين في حياتكم بيلعب بيكم، او مسبب ليكم مشاكل، مسبب ليكم بعد الوجع، مسبب ليكم بعد الامور المنعكس على حياتكم. في خصام عندكم بينكم ما بين حد، لكن بفضل ربنا هيكون في صلح، وهيكون في طاقات ايجابية. انتوا السحر بس اللي معمول لكم، هو اللي وجعكم، هو اللي اذيكم، هو اللي ظالمكم في اكتر من حاجة، لكن انتوا عندكم طاقة خير او طاقة تغيير الفترة اللي جاية، وهيكون ربنا كريم جدا عليكم، لان الامور بتاعتكم هتمشي على مجراها زي ما انتوا عايزين. يعني هيبقى في طاقات مختلفة، وان شاء الله باذن الله خلال ايام معدودة هتطلعوا من الطاقة السلبية اللي انتوا فيها. طيب خلال يعني يومين او ثلاث ايام بالظبط، هيبقى في حد عندكم هيتعب، مش هيتعب تعب وحش، يعني هيجي له دوخه، صداع مستمر. الحد ده هيكون شارب حاجه من حد، هيروح عند حد وهيشرب منه حاجه، فبالتالي هيتعب. خدوا بالكم منه، علشان الحسد اللي عندكم مسيطر على كوكب البيت. لازم تحصنوا البيت، ولازم تطردوا الطاقة السلبية من البيت. طيب انتوا هتحبوا نفسكم الفترة اللي جاية، وهتتصالحوا مع نفسكم، او هتطبطبوا على نفسكم، لاني هتقولوا خلاص احنا بنقدم طول عمرنا تنازلات، وبعدين انتوا هتحسوا ان انتم يعني خلاص مش الفترة دي حرفيا انتم مش راضيين على الوضع بتاعكم، لكن مش هتستسلموا، وهتكملوا وهتعفروا، وهتقولوا لنا يا رب كريم والباقي حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. عايزين تغيروا طريقك، عايزين تشوفوا الحياة ماشية ازاي. الوقت اللي انتوا فيه ده حاليا عايزين تتغيروا، عايزين تعفروا، عايزين تجاهدوا، عايزين توصلوا. تمام، انتوا هنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد،
عندكم امضاء، عندكم زواج، عندكم شهادة، عندكم توقيع، شراء عربية، شراء بيت، سفر، الله أعلم. انتوا هتبقى في توقيع عندكم، التوقيع ده هيكون حلو جدا وهيكون نصيب مفتوح. انتوا هتغيروا شغل، هتغيروا أكتر من حاجة، هيبقى في تحسنات جديدة على أوضاعكم بشكل إيجابي، لأن الحياة هتبدأ تلعب معاكم وهتبدأ تتحسن عندكم بأمور كتيرة جدا. انتوا عايزين تفتحوا أكتر من حاجة الفترة دي، وعايزين توازنوا حاجات كتيرة جدا، والمشروع اللي في دماغكم هينجح وهيكسر الدنيا، وهتكونوا عندكم طاقة إيجابية. انتوا البعض منكم شغال شغلانة فعلا تستاهل قيمته، أو هيشتغل شغلانة تستاهل حياته. عندكم زعل مع أهل، أو عندكم خوف، مش خوف، زعل مع أهل أو مشاكل مع الأهل، والأهل هم كانوا سبب المشاكل اللي انتوا فيها فترة، لكن هم رأيهم صح. يعني البعض منكم كان عايز حاجة والأهل كانوا رافضين، وبالفعل انتوا هتكتشفوا مع الأيام ان رفاض الأهل كان حاجة صالحة ليكم، وانتوا اللي كنتوا ماسكين في ناس ما تستاهلش، وفي الآخر هتخونكم او هتبعد عنكم. فانتوا تأكدوا ان الاهل ساعات بيكونوا صح، بس انتوا مش فاهمين الاوضاع اللي انتوا فيها دي. انتوا حاسين ان انتوا الناس كلها ضدكم، بس هو في شوية مشاكل محطوطة عليكم فانتوا خايفين. طيب، في حد متعلق بيكم جدا، لكن هو مش عارف يبدأ ازاي معاكم. انتوا هيكون عندكم مع بعض الاشخاص الفترة اللي جاية صلح، والصلح اللي هيحصل بينكم وبين الاشخاص التانية انتوا ما كنتوش تتوقعوه ابدا، او ما كنتوش متخيلينه ابدا. هيكون في مكالمة تليفون، ومكالمة التليفون دي هتقف يعني ما شاء الله عليها، هي نعم هتديكم دعم لقدام او هتحسن اكتر من حاجة. طيب، انتوا في موضوعين حيرانين فيهم، او في شخصين، او في حاجة مترددين فيهم، يعني تخص رقم 2. بلاش العصبية الزايدة اللي عندكم، علشان العصبية بتخسركم حاجات كتيرة جدا وبتوجعكم على اكتر من وجع، وانتوا مش مرتاحين مع الاهل، او انتوا قاعدين في بيت عيلة، او يعني في طاقات مأثرة عليكم الفترة دي. انتوا كارهين البيت حرفيا زي ما انا قلت. انتوا بتحرروا نفسكم من تقيد، بتحرروا نفسكم من علاقة، بتحرروا نفسكم من مكان انتوا مش مرتاحين فيه، لكن التعبان اللي وراكم، اللي بيلف حوالين رقبتكم علشان يخنقكم وياخد اللي انتوا فيه ده، حرفيا كله سم، حرفيا شخص من الاصدقاء ليكم وانتوا بتحبوه. البعض منكم هنا في علاقة مش مظبوطة، في علاقة مش مرتاح فيها، في علاقة أزياء، في علاقة خناقات، الله أعلم. لكن بفضل ربنا خلال أيام في أمور هتتغير للأحسن عندكم، وهتتحسن بجميع الأوضاع بتاعتكم. طيب، البعض منكم عنده تغيير حلو، والتغيير الحلو ده هيكون طبطبة من عند ربنا، هيكون للأفضل على أوضاعكم كلها. طيب، انتوا يعني الفترة دي انا عايزاكم تحبوا نفسكم، الفترة دي عايزاكم تخلي عندكم امل في حياتكم، وتخلي تعززوا نفسكم وتغلوا نفسكم، علشان انتوا بتدخلوا نفسكم مع ناس ما تستاهلش. انتوا لازم حرفيا يكون عندكم طاقة ايجابية، لازم تستاهلوا، انتوا اصلا تستاهلوا التشجيع، تستاهلوا النجاح، تستاهلوا الشهرة. انتوا عندكم تغيير جذري في حاجات حلوة الفترة اللي جاية هتحصل لكم وهتحوم على حياتكم، لان الفترة اللي جاية القمر هيكتمل، فبالتالي انتوا هيكون عندكم تحسنات على اوضاعكم كلها. كمان البعض منكم حرفيا عنده طاقة سلبية، والطاقة السلبية دي هيطردها بره بيته، لان خلاص ما بيتوش يعني منتظرين حاجة من حد، او مستنيين حاجة من حد، بتقولوا خلاص ما انتوا بتظلمونا وبتخدعونا، هنستنى منكم ايه؟ حد عندكم علاقتكم بيه غامضه، علاقتكم بيه موجوعه، علاقتكم بيه يعني في امور متلخبطه. حرف الالف واللام والميم والنون والهاء والحاء، دول دايما بيظهروا لكم في قراءاتكم، او دايما بيظهروا لكم في كل حاجه في حياتكم. لان ليه؟ لان بيظهروا لكم علشان انتم موجودين، ما زالت موجودين بينكم وبينهم كلام، او في يعني حتى صلة من بعيد وانتم قلقانين.
طيب انتوا من كتر الكلام اللي في حياتكم عليكم حالكم بيقف، لكن بفضل ربنا انتوا الطاقة بتاعتكم هتكون حلوة وهتحسن اوضاعكم كلها. مطلوب منكم الفترة دي شوية توازن على اكتر من حاجة، شوية تغيير، شوية نقلة، شوية طاقة. في حد عندكم بيتحاول يتهرب منكم، حد بيحاول ان هو يمشي، يعني انتوا البعض ممكن تكونوا انتوا مسلفينه فلوس او انتوا عايزين منه حاجة، لكن هو واقف عليكم ومش حابب لكم ابدا الخير، او مش حاببكم تكونوا في المكان اللي انتوا فيه. الله اعلم. خدوا بالكم من نفسكم وهدوا اعصابكم، لان انتوا عندكم خبره في الحياه، لكن انتوا المنامات بتاعتكم هي اللي بتقلقكم وهي اللي بتوجعكم بكل الاشكال في الاوضاع بتاعتكم. عندكم تواصل مع حد انتوا اصلا نفسكم تتواصلوا معاه، او عندكم حد هتكلموه انتوا من بدري مستنيينه، او الله اعلم. طيب انتوا مستنيين هنا حد من برج معين في بالكم، مستنيين منه يعني مكالمه، مستنيين منه حاجه معينه. مين الشخص اللي عندكم اللي عنده علاقه تانيه او طرف تاني، لكن الامور يعني في الدسس كده، مديريه علاقه سريه، سر متداري، تأكدوا ان مفيش حاجة بتفضل متدارية. خلوا بالكم من نفسكم، انتوا من كتر النفاق اللي حواليكم مرارتكم حاسينها خلاص، وجع في رجليكم، كل حاجة بتاخدوها على اعصابكم بطريقة رهيبة، وده بيضغطكم انتوا نفسيا. انتوا عندكم كمية حزن مش طبيعية خالص، كمية الحزن اللي مش طبيعية دي ضغطاكم بحاجات كتيرة جدا. عندكم حد هيقدم لكم اعتذار الفترة اللي جاية، عندكم اكتر من خبر هيتحرك معاكم وهينول اعجابكم. في حاجات انتوا ما كنتوش تتوقعوها ابدا، لكن هتحصل بالخير باذن الله، وهيبقى في حق على جميع الاوضاع. انتوا ممكن يكون عندكم ورث هيرجع، عندكم طاقات هتتجدد، الله اعلم. انتوا هتثبتوا لنفسكم اكتر من حاجة، وهتحسنوا في حياتكم اكتر من حاجة. في ناس عندكم يعني او انتوا هتكون روحانياتكم عالية قوي، وهتكونوا متوكلين على ربنا في اكتر من حاجة. الفترة كمان اللي جاية دي هتكون في نصيب من خصوص السفر، هتجهزوا نفسكم، ممكن تسافروا الفرح او تسافروا السفر ليكم انتوا، والله اعلم. انتوا حاطين في بالكم الهجرة، حاسين في بالكم ان انتوا عايزين تمشوا من المكان اللي انتوا فيها دي، او من الوضع اللي انتوا مأثر عليكم وضغطكم في اكتر من حاجة، لكن ربنا كريم عليكم وهيحسن اوضاعكم وهيكرمكم من حيث لا تحتسب، علشان انتوا اطيب منكم مفيش، بس الدنيا هي اللي حط عليكم والضغوط النفسية هي اللي وجعاكم على كل الاوضاع بتاعتكم. فان شاء الله باذن الله خلال ايام معدودة ربنا هيكون كريم عليكم وهيكرمكم من حيث لا تحتسب، لان الاوضاع بتاعتكم هتكون تحت السيطرة الفترة اللي جاية. يا رب قراءتنا تكون عجبتكم وتكون خفيفة على قلبكم ونالت اعجابكم. لو عجبتكم القراءة ما تبخلوش عليا باللايك الحلو وبالتعليق الجميل. تحياتي ليكم.